وجه وزراء شريف إسماعيل بضرورة الاهتمام بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وتذليل العقبات التي تواجهها. وخلال لقائه وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، أكد إسماعيل أهمية هذا القطاع لما يسهم به من دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل. هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات عمل الوزارة، من بينها خطة إعادة هيكلة مصانع وشركات قطاع الأعمال العام وخطة تطوير فندق تشيبرد، والذي يجرى حاليا التفاوض بشأنه مع بعض المستثمرين العرب للدخول في شراكة لتطويره ليكون على أعلى مستوى بما يرقى بمستوى الفنادق العالمية.